الدور اللي بتلعبه مصر ده اللي احنا عاوزين نفهمه ونستطلعه ونحلله من خلال سيادة السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية. أهلا بك يا سعادة السفير. أهلا بحضرتكم السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك يا فندم. أهمية قمة نيروبي أو هذا الاجتماع النصفي اللي بيعقد في نيروبي العاصمة الكينية والكلمة المتوقعة لفخامة الرئيس المصري. السيد الرئيس طبعا هذا الاجتماع في غاية الأهمية لأنه هو اجتماع تنسيقي بين الاتحاد الأفريقي وبين المجموعات الاقتصادية الأفريقية الخمس بالإضافة إلى الجغرافية الخمسة ثم إضافة لبعض المجموعات الأخرى زي مثلا على سبيل المثال الإيجاد وغيرها ذات الطابع الاقتصادي والسياسي. لا شك أن هذا الاجتماع أيضا له أهمية كبيرة جدا وبدور مصري محوري على ثلاث قنوات أو ثلاث مسارات: المسار الخاص بالتنمية المستدامة، والمسار الخاص بالمناخ، والمسار الخاص أيضا بعملية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وارتباطها بضرورة تسريع خطوات تنفيذها وتفعيلها. مصر الحقيقة على هذه المسارات الثلاث لها دور كبير جدا، لأن مصر أولا بترأس النبات، وثانيا هي دولة الرئاسة لتغيرات المناخ COP27، وأيضا لها دور محوري فيما يتعلق بإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية وهو موضوع رئيسي. لكن كل هذه الأمور بتجيء في إطار محور يتعلق بتحقيق الاندماج الإقليمي والتكامل القاري في إطار برنامج الاتحاد الأفريقي 2063، خاصة تقييم العشرية الماضية ونظر للعشرية القادمة بالنسبة لتغيرات المناخ هناك أهمية كبيرة جدا للدور المصري فيما يتعلق بالإنجاز الذي تحقق في COP27 وهو إنشاء صندوق للتعويضات والخسائر، وهذا أمر يهم الدول الأفريقية باعتبار أن الدول الأفريقية الأكثر تأثرا بتغيرات المناخ والأقل سببا فيها، وهو أمر مرتبط بضرورة توفير التمويل اللازم والتعهدات اللازمة التي تعهدت بها الدول الغنية وهي حوالي 100 مليار دولار سنويا. مصر لعبت دور محوري في حث هذه الدول على الوفاء بها وعلى الوفاء أيضا بما يتعلق بصندوق التعويضات، وبالتالي أعتقد أن مصر في خلال رئاستها لهذه مجموعة المناخ في هذا الاجتماع ستركز على ما تم إنجازه وضرورة الوفاء بما يجب أن يتم الوفاء به، خاصة وأن هناك مطلب آخر يتعلق بنقل التكنولوجيا بالنسبة لموضوعات تغيرات المناخ. طيب. طبعا فيما يتعلق بالمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ومصر كان لها دور في إنشائها في سنة 2019 أثناء رئاسة مصر، ولعبت دورا كبيرا جدا في جذب الاستثمارات سواء بالقطاع الخاص أو مؤسسات التمويل الدولية، وكان هناك مؤتمر مؤخرا له يتعلق باستحداث طرق جديدة لعمليات التمويل متعددة الأطراف تراعى فيها ظروف الدول الأفريقية بصفة خاصة تلك الدول ذات الدخل المنخفض والتي تواجه مشاكل اقتصادية من ضمنها على سبيل المثال أعباء الديون وما ترتب على من تداعيات على الثالوث الخاص بجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وتغيرات المناخ وهي أزمات تتعلق بأوضاع اقتصادية فضلا عن أزمة الطاقة وأيضا المياه والغذاء. أعتقد أن هذه المحاور أو القنوات الثلاث أعتقد سيكون مصر لها دور اصلا فيها بشكل متميز، وسيكون ايضا لها دور في هذا الاطار ايضا في هذه المرحله. طب سعادة سفير، يعني بتعتقد ليه مصر استحدثت مثل هذه الامور التي لم تكن موجوده قبل 2019 مثل منطقه التجاره الحره او هذه اللجنه التنسيقيه؟ ليه مصر قامت بهذا الاستحداث؟ مصر لا شك يعني في خلال فتره العشر سنوات الماضية وخاصة في السنوات التي بدأت في 2019 عندما تولت رئاسة الاتحاد الأفريقي كان هناك توجه مصر نحو دعم العلاقات الأفريقية وأيضا العلاقات المصرية الأفريقية أولا في إطار شراكة استراتيجية وأيضا في إطار ليس فقط استثنائي وإنما الإطار المتعدد أيضا سواء على المستوى الأفريقي أو على المستوى المتعدد.
وهذا طبعا نتيجة الخلفية التي تأسست عليها سيادة مصر الخارجية في إعطاء أولوية للقارة الأفريقية في سياسة مصر الخارجية، وأيضا ربطها أيضا برؤيتها للعلاقات مع المنطقة العربية. هناك اهتمام كبير بتعاظم وتنامي الدور المصري سواء على المستوى العربي أو المستوى الأفريقي، وأيضا في إطار ربط العلاقات بين المنطقتين باعتبارها كل منهما امتداد للأخرى. من هنا كان الاهتمام الكبير بالعلاقات المصرية الأفريقية، وخاصة وأن مثل هذه الاجتماعات عندما تعقد يبقى هناك لقاءات على هامش هذه الاجتماعات ما بين في الإطار الثنائي مع الدول الأفريقية، اللي استطاعت مصر أن تحقق نوع من الشراكة الاستراتيجية بينهما في جميع الملفات سواء الأمنية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. صحيح. أنا بشكرك جدا سعادة السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية.